ما الضابط في غيبة المبتدع لأجل التحذير منه وإلى متى؟ قدر الحاجة، الضابط قدر الحاجة ولا تزد على قدر الحاجة في ذلك. نعم. ثم يقول حفظك الله: وإلى أي حد نتعامل معه بالنصح وعدم الوقوع في عرضه ثم نبين خطأه بعد ذلك؟ إذا لم يقبل حذر الناس منه، إذا لم يقبل النصيحة وهو على الناس منه خطورة أنه ينشر الشر بينهم فأنت تحذر منه، أما إذا كان شره قاصرا عليه ولا يتعدى على الناس فاتركه لنفسه وحسيبه الله. نعم.